السلام عليكم شباب. تفضلوا. يا لا احسنت احسنت والله مره يا نعم والله والله احسنت 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 والله شوفك كيف شوفك احسنت 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 كيف شوفك احسنت احسنت ماري باي لا لا ماري احسنت احسنت ما بارا ما بارا والله مره يا نعم تفضلوا المقصه شوفته اوه هو موقف مشكور مشكور صاحبي مشكور الامور طيبه الامور طيبه اتحرك اتحرك زين ضحكت اللي ضحكت اللي يا معريس عين الله تراك القمر والنجوم تمشي وراك يا معريس عين الله تراك القمر والنجوم تمشي وراك ويا والله العظيم حبتني ويا معريس عين الله تراك يلا يا شباب مدة الاختبار ساعتين اي واحد يسلم لي الورقه بعد الساعه 12 راسب في الماده ما شاء الله الحين جايين اخر مره تاخر روح بس مكانك لابس اللي ملون لابس ولا عينك على ورقتك يلا يا شباب اللي مخلص قدر يطلع يا ولد باقي 5 دقائق خلص الوقت وتو بيعطينا راسي في المادة وش الحل تو؟ خلاص دراسة في المادة استاذ بسألك سؤال وجاوب بصراحة تفضل تعرفني من أنا؟ لا ما أعرفك من ده I am the one the way your son don't need a gun السلام عليكم بابا أقول لك شيء من زمان بس أحسن شوية خيفان ومتردد يعني با أنا أحب بنت قارنة سالم من 4 سنين وخاطري أتزوجها إذا تقدم لها إبراهيم أسألك أنت ما تتوب با على سنة الله ورسوله ونعم الاختيار ما شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرى المتحبين إلا نكاح ومن استطاع منكم الباء فليتزوج ألف مبروك يا حبيبي لأن هذه نهاية الطريق الحب الصحيح حتى ما شاء الله لي اخترت واحدة جميلة ما شاء الله أقصد خليني أخبرك عن قصة علاقتنا أنا وأمك فطوم في مرة سللت مزرعتهم وكان عندها أبوها سالم بس في لحظة من اللحظات شفتها وقررت أقبس حيابسة عن كفة كامل عن طلع في المقطع ها علي والله غال لا طلعها في المقطع وبكذا كان حبنا من أول ساحة طب هاش صحيح حبيت قصة حبكم الزراعية النباتية الغداء جاهز أبو إبراهيم واو ضربنا الغداء تو أنت جايب لنا هارديز زين هارديز بيت كلمة إنجليزي نحن انجليزي كلمتين على بعض ما نعرف نركب شكلك ما قالك تشوف لما تكلم انجليزي والله مسألة بسيطة عزيزي كيف تروح عندهم تقولهم هلو اسكيوز مي جيف مي تو سوبر ستار اند رامزنجر سبايسي اند تو كولا فيري ايزي اسميك تغراد انجليزي من هي متعلم من ورانا حبيبنا متعلم ودارس ومتخرج من جامعة الحياة وبيني وبينك من زمان اعرف انجليزي بس ما اقدر اتكلم عند اي حد عن الحسد جود ايفنينج هاو ار يو What do you want to eat? خال البلبل كوزبي جيف هو تو ستاربك كولا تو فود شيبس وقاصن وانت يو بالفوتبول ون فليبت اي فليبتبول I do not understand كنسل كنسل كنسل